طيب قبل ما اكمل قصه المصابين خليني اروح لمداخله غايه في الاهميه مع معالي السفير استاذ او معالي السفير اشرف ابراهيم طبعا سفير مصر في دوله المغرب الشقيق علشان نطمن منه على كل الاجراءات الخاصه باستقبال بعثه النادي الاهلي في المغرب. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بكم تقديم. اهلا وسهلا، اهلا بكم، منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزين نطمن من حضرتك على كل الاجراءات الخاصه باستقبال بعثه النادي الاهلي في دوله المغرب. هو طبعا احنا دلوقتي المفروض في انتظار بعثه الاهلي، المفروض ان هم هيغادروا الساعه 3 وهيوصلوا الساعه في حدود 7:30 ان شاء الله. ان شاء الله. فاحنا في انتظارهم، طبعا تم ترتيب كل الاجراءات، المفروض ان الاوتيل تم خلاص متفقين عليه كويس مع السلطات المغربيه بخصوص الامن، تامين البعثه بالنسبه للوصول وبالنسبه للانتقال للفندق وكل انتقالاتهم بعد كده سواء للتدريبات سواء للمباراه. تمام، متى بدا التنسيق ما بين النادي الاهلي والسفاره المصريه في المغرب يا فندم؟ احنا طبعا في تنسيق مستمر مع الاهلي، انت عارف المباراه كان المفروض تتلعب في سبتمبر وبعدين بالظبط، فاحنا في تواصل يعني مع الاهلي من بدايه يعني استعدادا كان في الموعد الاول وبعد كده تم تاجيله، وبعدين طبعا الاتصالات كانت مستمره مع اداره الاهلي لترتيب كل الامور مع كابتن سمير عدلي مع كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني الامور كلها يعني كان في اتصال مستمر يعني. طيب عايز اطمن بخصوص الوضع الخاص بفيروس كورونا وتفشي هذا الفيروس في العالم كله طبعا في الحقيقه، لكن الكلام كتير شويه على ان المغرب فيه عدد او اعداد كبيره بتتصاب بفيروس كورونا، ايه الاجراءات الاحترازيه الحازمه والصارمه تجاه طبعا التعامل مع هذا الفيروس؟ لا بص، هو المغرب يعني من بدايه انتشار الفيروس في مارس المغرب واخد اجراءات قويه جدا مستمرة من مارس لحد النهاردة. طبعا انت عارف هو الفيروس منتشر في العالم كله وفي اوقات هبوط وصعود. طبعا بالنسبة للاجراءات الاحترازية هي طبعا مطلوب من كل اللي داخل المغرب، هو اصلا ممنوع دخول الاجانب للمغرب الا باستثناءات، وطبعا هذه المباريات واعضاء الفرق طبعا دي استثناء. اكيد. فمطلوب من كل اللي داخل المغرب سواء كان مغربي او اجنبي انه يكون عامل بي سي ار قبليها ب 72 ساعه. واعتقد انه تعليمات الكاف يمكن مش بس بي سي ار واحد، المفروض انه في عدد من اربعه اعتقد او شيء من هذا القبيل. طبعا من ضمن الاجراءات الاحترازيه انه ما فيش جماهير في المباريات، ما فيش حتى الصحفيين يعني تعليمات الكاف بالاتفاق مع السلطات المغربيه انه هيكون مسؤول اعلامي ومصور واحد في المباراه بالنسبه للماتشين المباراتين يعني بتوع السيمي فاينال. وفيما عدا ذلك طبعا بالنسبه للفنادق والانتقالات كل الاجراءات الاحترازيه متخذه يعني ومفيش مشاكل يعني. وطبيعي مش هيكون في اي تحرك خاص بالبعثه الا في اتجاه التدريبات فقط وموعد المباراه ليس الا يعني. هناك بالتاكيد انت عارف اكيد الفريق بيلعب سيمي فاينال بالظبط، والمباراه الاولى في المغرب والمباراه الثانيه بعدين باسبوع في مصر، اكيد انه التركيز كله هيكون في مساله. انا اقصد بالنسبه للناس المرافقه للبعثه يعني، والمرافقين طبعا هيكونوا مركزين في هذه المساله، وانت عارف في اجراءات تباعد اجتماعي موجوده في المغرب زي ما موجوده في مصر، يمكن في المغرب اقوى شويه. فالتحركات حتى هتكون محدوده، مش يعني مش هتكون براحه قوي، الاسواق ما هياش مفتوحه قوي يعني، تكون العملية يعني محدودة طبعا. تمام، عايز اتكلم عن مدى وحجم الاهتمام الخاص بمباراة الاهلي والوداد وايضا مباراة الزمالك والرجاء في دور نصف النهائي هناك في دولة المغرب يا فندم. انت عارف طبعا اهتمام كبير جدا من وقت من وقت حتى ما تحدد الاربع فرق اللي هيلعبوا السيمي. اربع فرق كبار، اكبر فرقتين في المغرب الاول والثاني، اكبر فرقتين في مصر الاول والثاني بيلعبوا بعض. منافسه مستمره، مش اول مره الاهلي لعب الوداد، يعني مش اول فاينل يعني لعبوا في الفاينل مرتين قبل كده. وانت عارف الوداد طبعا مهتم لانه خسر الفاينل السنه اللي فاتت في ظروف يعني كانت مش لطيفه قوي، ودخلوا في قضايا في الفاينل اللي فات، فبالتاكيد ان عنده طموح. الاهلي فريق كبير ويعني فاز بالبطوله الافريقيه مرات عديده واكيد عنده طموح انه يفوز بيها مره اخرى. اكيد طبعا الرجاء والزمالك نفس الشيء،
المنافسه كانت قويه في الدوري المغربي لسه منتهي من يومين ما بين الوداد والرجاء، انما الاهتمام كان موجود طبعا بالمباريات دي، لان انت عارف البطوله الافريقيه اكبر بطوله يعني بالظبط طبعا الافريقيه بتهتم بيها، اللي بيكسبها بيوصل لبطوله العالم الانديه، يعني ليها حسبه مهمه جدا. هو بتضاف طبعا للبطولات اللي الفريق بيكسبها، ففي اهتمام شديد في المغرب، وانت عارف طبعا المنافسه ما بين مصر والمغرب في مجال الكوره، فبالتالي الاهتمام كبير جدا. اكيد، وحضرتك كمان مهتم جدا في كره القدم في الحقيقه، واضح من كلام حضرتك، فبالتالي ايه رسائل معاليك يا فندم لبعثه النادي الاهلي وايضا بعثه نادي الزمالك قبل المباراتين المهمين دول، وتوقعاتك للمتاهل للمباراه النهائيه؟ يعني طبعا بدايه انا بتمنى طبعا ان الاحسن يوصل للنهايه، انما طبعا تمنياتي كمصري انه الاهلي والزمالك يلعبوا الفاينل باذن الله. ان شاء الله. طبعا رسائلي للاربع فرق مش للاهلي طبعا، انه يبقى فيه اهتمام وجديه، نركز في المباراه، ده اهم حاجه. للزمالك كذلك، انه في النهايه احنا دي رياضه ومنافسه شريفه، ويهمنا انه كل الامور تطلع باحسن شكل. احنا بمصر، الاهلي والزمالك بيمثلوا مصر، ولازم نطلع يعني نبرز صوره مصر الجميله دي. ان شاء الله باذن الله. معالي السفير السيد اشرف ابراهيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سفير مصر في المغرب، وطمنا على كل الامور الخاصه باجراءات استضافه بعثه النادي الاهلي في المغرب قبل مباراه الوداد، واتكلمنا معاه في بعض التفاصيل الهامه جدا جدا جدا، وطمنا من خلاله. طيب، بنشكره شكرا جزيلا.